أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا هذه أنعام حرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرم ظهورها وأنعام حرم ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء سيجزيهم بما كانوا يفترون وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا فهم فيه شركاء
سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله صدق الله العظيم. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati.